فريق فرسان التحدي يقدم لكم برنامج صحتك في أكلتك، إعداد عمرو فاروق، تقديم أسماء محمد. أهلا بكم متابعين قناة فرسان التحدي في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجنا صحتك في أكلتك، إعداد عمرو فاروق، تقديم أسماء محمد. النهاردة هنتكلموا عن خضار شتوي وهو الثوم أو الثوم. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الثوم ده حشري زي البصل بالظبط، مفيش أكلة ما بيدخلش فيها. البتنجان لازم يتحشي ثوم، المسقعة برضو بيضيفولها ثوم، الكشري المصري لازم يضيفوا له ثوم، الكبده برضو بيضيفوا لها ثوم، مفيش اكلات بتستغنى عنه. الثوم بيساعد على انتاج اكسيد النتري اللي بيحافظ على صحه القلب والشرايين وبيحمي من الاصابه بالجلطات. بيحتوي الثوم على مركبات الكبريت وفيتامين جي وفيتامين بي 6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وده اللي بيخلي الثوم يحارب مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية. وناس كتير بتستخدم الثوم كعلاج. وبكده تكون خلصت حلقتنا، استنوني بكرة في حلقة جديدة مع أكلة جديدة من برنامج صحتك في أكلتك. كنت معكم أسماء محمد، قناة فرسان التحدي، والشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.